خلونا نبدأها بهاشتاج غرد كأنك الجزيرة. هذا هاشتاج أطلق السعوديين وفي تجلت خفة ظل بعض المغردين اتجاه أخبار الجزيرة طبعا فيما يتعلق بالسعودية وما تقوم به من مبالغة في التعاطي مع الشأن السعودي. إليكم مشاهدين بعض التغريدات اللي تداولت في مواقع التواصل الاجتماعي. أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تغريم 500 ريال بس لمطعم يقدم الوجبات الصينية بالمحافظة، وتداول مغردون الخبر مستنكرين ضعف العقوبات المتعلقة بنظافة المطاعم، وكان أحد زوار المطاعم أو المطعم قد فوجئ عند إحضار الوجبة ووضعها أمامه في الطاولة وقام بتحريكها إذ بخروج مجموعة من الصراصير مما أثار ذهول الأشخاص في المطعم. خبر فريد من نوعه في كندا، حيث أحرق رجل أعمال مليون دولار لمنع طليقته من الحصول عليها كجزء من تسوية إجراءات الطلاق دون الاهتمام بحقوق أطفاله، واعتبر القاضي أنه يسخر من المحكمة لعدم توفر أدلة على عملية الحرق، وحكم بحبسه 30 يوم وغرامة 2000 دولار يوميا لزوجته. في مشهد مهيب كأنه تصوير سينمائي لأحد الأفلام، نشر فيديو من شوارع ووهان الصينية وهي مهجورة وخالية من البشر بعد تصاعد مرض كورونا. نتابع. في مقطع جديد للقاضي الأمريكي المشهور فرانك كابريو، هو يظهر في فيديو إنساني يعفو فيه عن مسن بالغ من العمر 96 عاماً متهم بمخالفة قيادة بعد أن شرح له أنه كان ينقل ابنه ليخضع لبعض التحاليل لأنه يعاني من مرض السرطان. نتابع الفيديو. You are charged with a school zone violation, right. Which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. How old is your son? 63. Yeah. And you still, daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. والآن مشاهدينا عودة للزملاء.